بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. هنبدأ نتكلم في الفيديو ده عن تدكن زي طور كده من تحت خزان مية، ومن فوق هو عامل المالك عامل جلسة في الصيف وجلسة في الشتاء، جلستين هنا فوق. تمام، ده شكل الواجهات بتاعت المشروع اللي معانا. ده مدخل الأسانسير وده مدخل السلم أو الدرج. عندك ده عبارة عن خزان مية، وهنا في جلسة وهنا في جلسة، وكل الارتفاع ده 8 متر هو خزان مي. تمام، لو كنا شفنا شكل المعماري هتلاقي هنا هو مديلك شكل القطاع، في ديكور كده فوق، وبعد كده عندك الارتفاعات اللي عندك زي ما انت شايف بالشكل ده. عندك ده خزان المية، عندك دي الجلسة الأولى ودي الجلسة التانية. جميل. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الانشاء بتاعها خلص. ده كان شكل لوحة الاساسات بتاعتها، ده شكل لوحة المحاور، ده لوحة السقف الارضي، سقف الاول سقف التاني. طبعا هنا ما عملناش كمرات عشان نطبق برضو الموضوع مع الواجهات بالشكل اللي انت شايفه ده. ده كان شكل الانشاء، ارفع لكم برضو اللوحة دي ان شاء الله. انا بس ادخل اتكلم معاك في نقطتين ثلاثة في المشروع ده. هو احنا المشروع معانا كان خالص اهوت نمزجة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هي الفكرة بتاعته بتبقى رخمة شوية في النمزجة، لان البلاطات اللي عندك كلها دائرية، والوول اللي خارجي كمان دائري. تمام، فبتبقى رخمة شوية في النمزجة. فلو جينا بس هقولك سريعا ازاي ممكن تعمل الحاجات دي على برنامج الايتابس، عشان بس ما بقاش الفيديو طويل. فانا هقولك سريعا انت ممكن تعمل ايه وتمشي الدنيا معاك ازاي. يعني انت بس هتختار جريدات كل 4. انا عندي 3 ادوار، اول دور منسوبه 8، واللي بعد كده 93، واللي بعد كده 33. هنخش نعدلهم من جوه. موديفاي ده 33، وده كان 3.5، وده كان 8. تمام، معلش. دي كده بالنسبة لي انا لوحة المحاور اللي عندي هي عبارة عن دايرة قطر 80. فانا هروح اقول له اول حاجة لو انا عايز ارسم الوول اللي عندي دي. الوول اللي عندي هي كانت سمكتها هي 35 مش 30. لو احنا روحنا للوول، عملنا موديفاي، دي 35. طبعا انت هنا هتلاقي كل حاجة متعرفة، الماتيريال والكلام ده. مجرد ما بتعمل نيو موديل بتلاقي عندك الدنيا متعرفة. يعني لو جينا دخلنا على الماتيريال هتلاقي ان انت الحديد متعرف، وهتلاقي ان الماتيريال برضو عندك متعرف، اجهاد 28 ميجا باسكال. طيب انا دلوقتي عايز ارسم الوول القطر اللي هو الدائري اللي هو اللي بره ده، اللي هو ده اللي هو بالشكل ده. تمام، طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ انت كل اللي عليك انك هتختار من هنا اللي هي الارش سنتر 2 بوينت. فانا اول حاجة محتاج السنتر، السنتر اللي انا هلف من حواليه هو السنتر ده، واطلع لحد هنا وامشي عكس عقارب الساعة بالشكل ده، واعمل كليك يمين، وتاني اضغط بكليك شمال بالشكل ده، وامشي عكس عقارب الساعة بالشكل ده. ليه انا بمشي عكس عقارب الساعة؟ عشان انا محتاج اللوكال اكسس عندي يكون مرسوم صح، بالذات اللوكال رقم اللي هو الازرق اللي هو لوكال رقم 3. فاكرين لما جينا نتكلم في بداية الكورس خالص لما قلنا المحاور المحلية اللي هي ار جي بي اللي هي بنسميها رجب، والار الريد يعني الاحمر، والجي الجرين هو المحور 2، والبلو هو محور 3. وعشان ما تتلخبطش هي دايما اسمها رجب ار جي بي، ويبقى ار 1 جي 2 بي 3 ارقام المحاور بالشكل ده كده. بس هي في نقطة صغيرة احنا غلطنا فيها، ان احنا بنرسم في ستوري 3. تمام، بس عادي اتعلم عليك. كنترول ار، ستوري 1، وديليت اوريجينال هتنزل معاك، مفيش مشكلة. يعني كده احنا خلاص، ده كده بالنسبة لنا ده الخزان الدائري. ده كده ازاي ترسم الكور. تمام، طيب لو احنا عايزين بقى نرسم العمدان اللي هي كانت طالعة منه دي، انت ممكن بس عشان تجيب بس معاك المحاور اللي هي اللي هنا دي، لو جيت ترسم عمود على طول مش هتعرف تجيب، مش هتلاقي فيه هنا اي محاور. فانت ممكن تعمل زي خطين عمل بالشكل ده كده، وتاخد لده تاخد منه العمود
كان سي مثلا 35 في 60 وترسمه بالشكل ده، تمام. كل اللي عليك انك هتعلم على العمود وتقول له assign shell او الفريم local access ولفه لي بزاوية 45 بس بالسالب، هتلاقيه لف معاك شوية، محتاج يجي كمان شوية، ممكن تخليه سالب 60، محتاج يجي كمان شوية سالب 70، بقى ظبط اهو، تمام. هتعمل كده وتعمل له كنترول ار وتعمل له ميرور من هنا. طبعا احنا عايزين نلقط الجريدات فمش موجودة، فاحنا ممكن نعمل على السناب اوبشن دي نفعلها من هنا لهنا، قول له ابلاي، بس هو كان عامل ديليت لسورس اوبجكت، اعمل ميرور من هنا لهنا، قول له ابلاي، هو يعمل ميرور من هنا لهنا، اقول له ابلاي. بس العمدان دي اصلا اماكنها مش هنا على فكرة، العمود ده ما كانش مكانه كده في الرسمة تحت، يعني انت لو جيت تشوف العمود بيبعد عن المنطقة دي 2 متر 80، فاحنا ممكن نعمل من هنا نمشي لحد 2 متر 80 بالشكل ده كده مثلا. انا كل دي خطوط عمل مش اكتر، والغي بس من السناب اوبشن اللي انا عملتهم دول عشان اعرف القط بس المحور، وشيل ده وشيل ده، اخفي اللوكال اكسس دلوقتي، روح ارسم عمودك، والعمود ده اصاين فريم لوكال اكسس سالب 45، هتلاقيه مظبوط اهوت، تمام. شيل ده كمان، اعمل لده ميرور من هنا، فعل السناب اوبشن من هنا لهنا، قول له ابلاي، علم على الاتنين دول من هنا لهنا، قول له ابلاي. كل اللي عليك انك هتاخد ده وتاخد ده وتقول له اساين فريم وتلف بس ضرب العمدان دي، بس بدل ما هي بالسالب هتبقى بالموجب، هتلاقي العمدان لفت معاك كده، انت خلصت العمدان اللي عندك، تمام. هتعلم عليهم سيلكت اوبجكت البيم كنترول ار، معلش احنا ما عندناش بيم اصلا، والقلم كنترول ار، هيطلعوا معاك فوق اهم، تقول انت حابب تشوف شكل المنشأ في 3D، جميل. طيب لو حابين بقى نرسم قمر دائري على العمدان دي بنرسمه ازاي، ولو حابين نرسم بلاطة دائرية هنرسمها ازاي، بس هو ده كانت فكرة النمذجة هنا، وهقولك ازاي برضو ندخل احمال المية على الخزان عشان بس ما نطولش الفيديو، وكده كده الموديل انا هبقى ارفعهولك. طيب لو انا حابب ارسم قمرة دائرية زي القمرة دي اللي احنا لو جينا شوفنا شكلها في 3D، اهي القمر الدائري ده القمر الدائري ده هو والبلاط، اعمل الكلام ده ازاي؟ اروح اجيب القطاع 20 في 60 وبخلي الاختيار ده بدل الستريت لاين ارش 3 بوينت، واقوم راح جاي اعلم على البوينت دي والبوينت دي، دولت الاتنين ودي البوينت رقم 3، هتلاقي رسمها معاك نفس الكلام من هنا لهنا، ودي البوينت رقم 3 ومن هنا لهنا، ودي البوينت رقم 3 ومن هنا لهنا، ودي البوينت رقم 3. هتلاقي في السري دي كده القمرة الدائرية اترسمت معاك، باقي لك بس البلاطة، تمام. البلاطة هي اللي بتبقى رخمة شوية، يعني لو جينا خدنا نوع البلاطة اللي عندي سلاب 30 مثلا، وخدنا البلاطة بسنتر 2 بوينت، هتختار من هنا القرش سنتر 2 بوينت، تمام، وهتاخد من هنا تقف بالشكل ده كده وتقف هنا وترجع تاني للسنتر وتلف، تقف هنا وترجع تاني للسنتر وتلف وتقف هنا وترجع تاني للسنتر
وتلف وتقف هنا وترجع تاني للسنتر وكليك يمين. المفروض لو انا جيت وقفت كده فيه ايه حد البلاطة الدائري ظاهر معايا. لو حابب تشوف شكله في الثري دي هتلاقيه شكله ظهرت معاك يعني. فانت ممكن تعلم بقى عليهم بالشكل ده كده كنترول ار، هتلاقي المنشأ خلاص اترسم معاك. ويبقى انت عرفت ازاي ترسم قمر دائري، ازاي ترسم مول دائري، ازاي ترسم بلاطة دائرية. هي بتبقى رخمة شوية في النمذجة، تمام، خاصة البلاطة. طيب لو انا بقى حابب ارجع للمشروع الاصلي اللي هو كان ده، وعايز ابدأ ادخل الاحمال اللي عندي، كل اللي عليك بس تعالى نسيف المشروع ده كده في بأي اسم كده، تمام. انا بس حاببك تبقى انت واخد بالك لما تيجي تعمل مثلا، عايزين نظهر الوول اللي عندنا. بس انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا اللوكال اكسس المية المفروض لما تبقى جوه الخزان هيبقى قوة اندفاع، يعني المية تبقى اتجاه الحمل من جوه لبره. يعني انا لما يبقى عندي خزان زي ده، او انت لو عندك كوباية مية في البيت وحطيت فيها مية، الطبيعي ان هي تبقى محتاجة تطلع من جوه لبره، تفتح الجدران دي. فالطبيعي ان انا الانيميشن لما اجي احط الحمل الاقي ان هو الكيرفات طالعة لبره، يعني كيرف الوول يبقى لبره مش لجوه. جميل. طيب الحمل عشان يبدأ تحط حمل المية بالشكل ده، لازم تتأكد ان اللوكال اكسس 3 اللي هو البلو ده يبقى لبره بالشكل اللي انت شايفه ده، يبقى هو هنا لبره. طيب يا باشمهندس بالنسبة للكور اللي جوه ده طيب انا لما يبقى عندي بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، هتلاقي حمل المية هيبقى طارد لبره في اتجاه المحور الازرق. ولو انت عندك الوول دي مثلا ما كانتش كده، انا كنت عاكسها طبعا، كنت عاملها كده مثلا، ثواني كده، كانت الاكس بتاعها الصح كان كده، كان مرسومه كده، لان كنت راسم عكس عقارب الساعه. بس الاكس ده ساعتها ده بتكلم على الكور الحرف اليو بتاع المصعد، مش على اللي بره. اللي بره ده خلاص اموره تمام، اللي جوه ده مش هيبقى صح موضوعه كده الاكسس بتاعته. ليه؟ لان حمل الميه هيجي من هنا لهنا، فانت محتاج يضغط على ده مش يبقى العكس. فانت الحل اللي عندك ان انت هتعلم عليهم بالشكل ده كده، وبتروح من قائمه اديت اديت شيل وتعمل الريفرس وول دي، تمام، لوكال اكسس 3. فانت بتلاقيها عكسهم لك اهو. يبقى انا لما اجي احط حمل الميه هيبقى في قوه اندفاع للميه من جوه لبره، وكذلك على المصعد هي هتضغط على المصعد برضو من هنا لهنا. يبقى انت الاحمال اللي عندك كده صح. طب انا ازاي بقى احسب احمال الميه اللي عندي دي وادخلها للبرنامج ازاي؟ في هنا حسبه بسيطه هي، تمام. انت كل الفكرة عندك ان انت عندك المنسوب هو 8 متر، فانا عندي هو هنا في بلاطة وعندي هنا من تحت فيكسد مع القواعد، فانا هيبقى عندي شكل حمل المية حمل مثلثي، وبقى اخر المثلث قيمة البريشر اللي عندي هي جام في زد. جام المية هي 1 طن على المتر سكوير على المتر التكعيب، مضروبة في الزد اللي هو الاتش اللي ارتفاع 8، يديني 8 طن على المتر سكوير. طيب ده كده ضغط المية عند منسوب الاساسات. طب انا عندي في معادلة بتساوي الايه في الاكس زائد البي في الواي زائد السي في الزد زائد الدي. دي المعادلة اللي انا ببدأ اشتغل بيها في برنامج الاداس وادخل بيها حمل المية. طب خد بالك كده معايا، لو انا كان عندي حمل المية هنا مثلا عند المنسوب ده وجيت امشي في اتجاه اكس، هلاقي ان القيمة ثابتة صح، ولو جيت امشي في اتجاه واي هلاقي ان القيمة ثابتة. لكن كل ما انا بطلع في اتجاه الزد القيمة بتتغير في اتجاه زد، لكن لو انا واقف عند نقطة زد معينة ومشيت في اكس او مشيت في واي فبتبقى القيمة ثابتة. فساعتها انا هروح اصفر الاكس والواي، هيتبقى لي السي في الزد زائد الدي. هقول ان البي عند منسوب زد هنا بكام؟ منسوب زد هنا بصفر، منسوب زد هنا عند الاساسات بصفر. فهقول عند منسوب زد بصفر 8 البريشر بتساوي 8، ف8 بيساوي السي في الزد بصفر، يبقى بصفر بيساوي الدي، فتلاقي ان الدي طالع معاك ب8. طيب عايزين بقى نبدأ نرجع نجيب احنا القيمة بتاعت السي. السي دي عشان تيجي معانا هروح نجيبها عند اخر الارتفاع اللي هو كان الاتش ب8، فراح اقول ان البي ساعتها بتساوي صفر اللي هو راس المثلث ده، البي هنا بصفر، فاقول الصفر بيساوي سي في زد زائد الدي ب8. يبقى انت عندك والاتش ده ب8، يبقى انت عندك السي زد بتساوي سالب 8 لما توديها الخانة التانية، يبقى السي بتساوي سالب 8 على 8، يعني انت بتساوي سالب 1. يبقى انا قيمة الدي عندي طالعة 8 وقيمة السي عندي بسالب 1. القيمتين دول اللي انا محتاج ادخلهم لبرنامج الايتابس عشان يقدر ادخل حمل المية. طيب الكلام ده بعمله ازاي؟ انا كل اللي عليا ان انا هقوم رايح جاي معلم عليهم كده، كده انا علمت على الوول اللي هي منطقة الخزان،
تمام، وهقول له assign shell load، مش هتبقى يونيفورم، هتبقى نون يونيفورم، لان الحمل اللي عندي حمل مثلث اصلا. تمام، الاي والبي زي ما قلنا بصفر اللي كانت عند الاكس والواي. عندك السي لو احنا زي ما احنا شايفين السي بسالب واحد والدي بتمانية، وخد بالك احنا شغالين بوحدات الطن متر، طن متر. تمام، فانا عندي السي بسالب واحد والدي بتمانية. وخد بالك من نقطة مهمة جدا، هي الباترن عندي هي في الوتر اللي هي ال W، وانا كنت معرفها اصلا من الاول، كنت عامل هنا لود باترن مختار ال W اللي تمام. وعندي هنا الدايركشن هيبقى اباوت ايه، لوكال 3، المحور المحلي 3. تمام، خد بالك من النقطتين دول مهمين جدا، وتقول له ابلاي اوكي. لو انا جيت وقفت على اي ويل فون بكليك يمين وجبت اللودز، هتلاقي ان هو عندك في لوكال 3 0 و0 وسالب 1 و8. تمام، انت كده دخلت الاحمال اللي انت محتاجها تكون معاك. طبعا انت عندك بقى بلاطات الحمل العادي اللايف والديد والكلام ده، وكذلك هنا الديد واللايف والكلام ده نفس الكلام فوق. طيب انا دلوقتي خلاص انا خلصت احمال المنشأة اللي عندي. انا كنت بعمل، انا يعني هدفي اللي انا كنت داخل اصلا الموضوع ده، ان احنا كنا عايزين نتأكد بس ان الاساسات عندنا للمنشأة ده هتبقى تمام. طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت بروح اعمل run، هتلاقي ده شكل الانديفورمد شيب او الديفورمد شيب اللي عندنا بالشكل ده. طيب لو انا حابب بقى اشوف الموضوع ده نتيجة المية اللي هي الووتر زي ما اتفقنا، وقلت له ابلاي، شفت اللي حصل؟ هتلاقي ان البلاطه الول اللي عندك كرشت كده لبره زي ما انت شايف، بقى باين قوي ان لو جينا شفنا حتى الانيميشن هتلاقي، بص ان الموضوع ان الحمل جاي من جوه لبره زي ما انت شايف كده من جوه لبره بالشكل ده. فانت كده ساعتها انت كده متاكد ان حمل المايه اللي عندك الدنيا فيه تمام. انا كل اللي عليا ان انا هعمل اكسبورت للستوري بيز، للستوري دي لبرنامج السيف البيز لود اند لود اباف، وهدخل الديد واللايف، وهدخل الحالات التحميل اللي عندي اللي هم الثلاثه دول، واقول له اوكي، وهنسميها 23 مثلا اي حاجه. وتروح على برنامج السيف وتقول له فايل، ده كان الموديل، بس تعالى نعمل احنا الموضوع ده بقى احنا من جديد، امبورت توكي اللي هو 23. جميل، اول ما هتدخل كده هتروح تعمل سيلكت، سيلكت بروبرتيز للبيمات اللي عندي كلها بالشكل ده كده، واقول له ديليت. النقطه اللي بعد كده ان انا هروح اعمل ديفاين للسلابه، البلاطه اللي عندي هي بلاطه 70 تمام، نوعها مات ودي 700، وهقول له اوكي اوكي. وروح بس على الوحدات اللي عندك عرفها لانها كانت شغاله بالمليمتر. وبعد كده هتروح تعمل ديفاين اللود باترن، كل اللي عندك ده هتشيله وهتسيب الديد اباف بس، وتخلي دي قيمتها المالتي السيلف ويت مالتي بلاير بواحد. كل اللي عليا ان انا دلوقتي عايز ارسم الحيطه تمام، مش انا عندي حيطه 8 متر، فانا محتاج ارسم الحيطه ال 8 متر اللي هنا. فبروح اقول ان الوول بيلو هي نون، لكن الوول اباف هي دبليو واحد، والدب صفر، والاباف ب 8. وتأكد ان الول واحد دي نتأكد بس منها، سمكتها هتبقى 35، ونقول له اوكي اوكي. كل اللي عليا ان انا عايز ارسم الول دي، فبدل ما برسم بستريت لاين، لا انا برسم برضو بسنتر تو بوينت بالشكل ده كده نفس الكلام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هو الخزان ده كان بقول لك هو يعني رخامته في ان ايه، العناصر اللي عندك مش مستقيمه او مربعه، كلها كيرف، فبيبقى رخم شويه في النمذجه مش اكتر. بس عسيف الموضوع اسهل على فكره من الايتاب صفر النمذجه يعني. كل اللي عليا ان انا البلاطه ال 70 اللي هي الرافت اللي عندي، انا الاكس دايركشن هخليها، انا البلاطه اللي عندي هي بلاطه دائريه، القطر بتاعها 8 متر، هنبتدي ب 8 متر تمام، وهنرسمها. لو جينا شفنا شكلها في ال 3 دي اكسترود مثلا، ده شكلها دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، دي ارضية الخزان وده البلاطة اللي فوق. لو حابب تشوف انت حمل مثلا اي حاجة بالشكل ده، هتلاقي الاحمال جاية لنا هيت من الايتابس، مفيش فيها اي مشكلة. فهو كان لازم نعمل موديل ايتابس عشان نبدأ نشوف الاحمال اللي هتيجي على الرافت. والكومباينيشن اللي عندي هتلاقيها متعرفة، اللي هي برضو جاية لي من البرنامج. باقي بس خطوتين، ان انا ادخل حمل المية اللي هو ارتفاع 8 متر هنا،
طبعا انت لما تبقى البلاطة دي شايلة خزان ارتفاع المياه فيه 8 متر، فانت عندك المتر في المتر هنا هيبقى شايل 8، لان كل متر بيديني 1 طن، فانا عندي 8 في 1 يبقى يديني 8. فانا راح اقول له الصايم لود سيرفيس لود اللي عندي في خانة الووتر واقول له دي ب8، واقول له ريبليس اوكي، اعلم عليها تاني واقول له الصاين السبورت سويل بروبرتيز موديفاي، واحنا هنشتغل على انها مثلا اجهاد 1.5، فاحنا بنتكلم في 15 في 120، يعني بنتكلم في 1800، ونقول له اوكي اوكي وتبدأ تعمل رن. هتروح تجيب السول بريشر نتيجة الوركينج، هتلاقي ان انت عندك -20.8 والماكسيمم مفيش في التنشن، فانت عندك القاعدة هنا في الحالة دي محتاجة الدنيا فيها كل ما بترجع كده زي ما انت شايف محتاجة. احنا المفروض الرقم ده ما يعديش عن 15، هي هنا 20، تمام. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا هنبدأ نعمل شوية رفرفة كده بحيث الموضوع يبقى ماشي معانا يعني. فاحنا هنلغي الحل. لو احنا جينا عملنا ايديت وايديت اريا اكسباند وقلنا مثلا هنعمل رفرفة اللي هي موجودة في اللوح 3 متر، هتلاقي الشكل طالع مش لطيف كده، واخد بالك؟ فاحنا ممكن نمسحها ونعمل بلاطة دائرية بس قطرها 14.3 زي الموجودة في رسم اللوح بالشكل ده كده، ونروح نقول له الصين. هتلاقي اصلا الخانات محفوظة سيرفيس لود، تمام. ونروح نعلم تاني الصايم السبورت داتا سويل بروبرتيز اللي عندي، ونقول له سويل 15، ونقول له اوكي بالشكل ده كده، وتعمل رن. هتروح تقف هنا على السويل بريشر وتقول له ابلاي، هتلاقي ان انت عندك السويل بريشر هنا -14.8، فاحنا كده الدنيا عندنا تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هتروح تقول الام 1.1، انا هشتغل في بلاطة سمكها 70 سنتي، الحديد اللي عندي 24، هشتغل 6.16، فانا بتكلم في 25.5، دي المينيمم. والماكسيمم هتبقى مثلا قول 26، وهات الام 1.1، والحالة اللي عندي هي الحالة الالتيميت. هتلاقي ان الدنيا مسحيفة شوية بس تسليح اضافي هنا، احنا طبعا للامان مزودين كمان شبكة تحت الوول بالشكل ده، يعني انت لو جيت فتحت لوحة الكاد هتلاقي ان احنا مزودين للامان برضو تسليح اضافي تحت الوول اضافي سفلي. جميل. لو جيت تشوف العزوم بالسالب في اتجاه اكس او واي هتلاقي ان الدنيا فيه مفيش فيها اي مشكلة، انت بس محتاج اضافي سفلي تحت الكور اللي هو الدائري ده وخلاص. ولو جينا بقى شفنا شكل المنشأ ده شكله هو في الثري دي، واخد بالك؟ وده الاكسترود بتاعك، فبتلاقي ان اللبش عندك دي هتقدر تتحمل ان شاء الله الموضوع اللي عندك ده. دي كانت فكرة سريعة ازاي تبدأ تعمل عملية نمذجة للموضوع، وازاي برضه تدرس احمال اللبش عليها او تصدرها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورابط الملفات هتلاقوها في وصف الفيديو. شكرا.